ساعات كتير بيبقى الواحد داخل على البلد اللي هي روسيا ولا اوكرانيا ولا بيلاروسيا، اي بلد سقعانه داخل كده حران، تبقى داخل سخن انت في الاول، اتقل كلها ساعه الا ربع ولا ساعه وربع وتبتدي تحس بالبرد زيك زيهم بالظبط. انا لابس ده تيشرت نص بين في جاكيت، هو مش تقيل قوي الصراحه. انا في مكان هنا انا بحبه جدا قريب من البيت، سالاريفا. سالاريفا دي اللي هي المنطقه هنا، سالاريس بالمول. نخش بقى المطر عشان اتشمبرنا من المطر. طبعا تدخل لازم مصر. الكيف بيزل، والنهاردة أول الشهر، الناس واقفة بقى إيه طابور كده قدام الاي تي ام علشان يقبضوا عذاب بقى. أنا زي ما أكدت عليكم قبل كده، أنا مش أكدت، زي ما أكدت عليكم قبل كده إن ال كده تمام، ان الكورونا التيست بتاع الكورونا البي سي ار ما بيبصوش عليه في المطار في موسكو، محدش هيسال عليه الا واحده كده احيانا بتسال عليه وانت بره كده وانت طالع، تاخد منك حتى الانكيت او الاستبيان. انكيت يعني استبيان على فكره يا جماعه، في ناس بتخلط ما بين كلمه زايفلينيا وانكيت، انكيت يعني استبيان، اما زايفلينيا يعني استماره او ابلكيشن، انك انت بت يلا خير مش مهم، المهم هي مش درس روسي، بس المهم يعني انا مش بقول لك ما تعملش تيست، بس بقول لك ايه، انا هو المره الرابعه في فتره الكورونا اخش روسيا من غير ما يسالوني على فين التيست الكوفيد، وانا مش عامله في الاربع مرات، لا سوري، في مره من الاربع مرات عملته عشان قالوا لا في اجراءات وبتاع ده اضطريت اعمله وانا خارج من تركيا، قالوا لي لازم تعمله، فقلت ماشي عملته. بعد ما وصلت لروسيا طبعا ما فيش حد سأل اي حاجة وقال لك لازم تعمله خلال 3 ايام وتبعته، برضو ما فيش اي حاجة، بس مش بقول لك تعمل كده، بس ده حالتي، دي ظروفي، كل واحد ليه ظروفه الخاصة. وانت خارج من روسيا هيقول لك لازم مصر محتاجة شهادة الكوفيد، اعملها معلش، حتى لو في مصر ما سألوش. ساعات بقى ايه، اول ما توصل موسكو بيحصلك ظروف كده بايخة، يعني مثلا من الحاجات اللي بتحصل لناس كتير ان هو عايز يسحب فلوس ومش لاقي مكنه البنك اللي هو عايز يسحب منها، فبيضطر يسحب من اي بنك بقى، سبير بنك ولا حاجه في الموجود، وبيتخصم منه عموله. الظريف في الموضوع ان احيانا الفلوس بتتسحب من الحساب لكن ما بتطلعلكش. كتير قوي الماكينات الاي تي ام اللي موجوده في مطارات موسكو شغاله وحش، ده تعطل، ممكن تبلع الكارت احيانا او يقول لك خلاص اوت اوف سيرفيس او خارج الخدمه، خارج الخدمه ده انا الكارت جوه. ماشي يبقى خده بعدين، طب انا عايز فلوس اعمل ايه؟ الحل في الموضوع ده انك انت تسحب بالكود من غير كارت، حاول دايما تعمل المعاملات على قد ما تقدر من غير كارت عشان كارتك ما يتسحبش، عشان لو الفلوس راحت يبقى على الاقل الفلوس بس وهترجع بعدين، يعني هتشتكي وهترجع لك الفلوس، لكن الكارت عشان تاخده فيها يومين ثلاثة مشكلة يعني. الاتوبيسات، الاتوبيسات في موسكو ناس كتير يقول لك انا كارت الترويكا بتاعي مثلا لقيته فاضي اعمل ايه، وانا لازم ادفع ومش عارف ايه. بسيطة جدا، ممكن تدفع بالكارت اللي هو الكونتاكتلس بتاع البنك ده، خدمة كويسة ناس كتير ما تعرفهاش، انت ممكن تدفع بالكارت ده في الاتوبيس بدل الترويك. طيب اتسوق بقى، سيبوني اتسوق ولا تيجوا تسوقوا معايا اوريكم وسط المنظر الجميل. انا بحب المكان ده على فكره، انه مول جديد ومش بعيد عن البيت، وفي نفس الوقت ايه يعني بيبقى منتزه للاطفال، في فسحه كده واسعه هوريها لكم.
فبس فهو ده سر حبي للمول. اقعد هنا خمسة كده نظبط الانترنت ونشوف، نبعت للناس نطمن قرايبنا وحبايبنا.